مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الفصل سين. ليه احنا كاولياء امور شغلين نفسنا قوي وبزياده بتفاصيل دراسه وامتحانات اولادنا اللي في ثانويه عامه جيم؟ وده سؤال برضو، اكيد عشان دي السنه اللي بتحدد مستقبلهم وبتحقق املنا فيهم. اللي عاوز ابنه يبقى دكتور، واللي عاوز ابنه يبقى مهندس، أو أي مؤهل تاني إحنا كأولياء أمور بنتمناه قبل عيالنا. طيب سؤال تاني، أنتوا مش ملاحظين إننا مزودينها السنة دي عن كل السنين اللي فاتت في فكرة المتابعة والبحث والنقد والمدح وما إلى ذلك؟ جيم تاني، برضو ده سؤال، دي أول سنة إلكترونية في تاريخ الثانوية العامة اللي لا إحنا ولا عيالنا ولا الخبراء ولا المتخصصين عارفين امتحاناتها هتمشي ازاي. مفيش معلومة، مفيش خطة رسمية مسبق الإعلان عنها. عارف احنا عاملين زي عمال الترحيل اللي رزقهم يوم بيوم، احنا كمان بنلاقي معلومة هنا تعليق هناك وهي ماشية. طيب سؤال ثالث، ليه ما بتكتفوش كأولياء أمور بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم وما تتعاملوش مع أي مصدر تاني غيرها؟ وبناء عليه لا هتتلخبطوا ولا هتتبرجلوا ولا أي حاجة. جيم، النهاردة 31 مايو، يعني امتحانات عيالنا تقريبا فاضل لها 35 يوم. لك أن تتخيل أننا ما نعرفش تفاصيلها، بنسمع أنها إلكترونية وبنسمع أنها ورقية وبرضه بنسمع أنها إلكترونية وورقية مع بعض بنظام البابل شيت. بيقولوا الأسئلة هتكون اختار من متعدد وصح وغلط، وبرضه بيقولوا ان هيكون في جزء منها مقالي. عرفنا ان عيالنا هيدخلوا الامتحان بالكتب، وسمعنا برضه ان الكتب دي لو مكتوب فيها حاجه هيتمنعوا من الدخول بيها. لك ان تتخيل في ظل كل هذه المتاهه المفروض اننا نوصل لاولادنا رساله طمانينه ونساعدهم انهم يركزوا ويذاكروا ويحصلوا دروسهم بصوره تخليهم يبقوا دكاتره ومهندسين. طب معلش سؤال تاني، هو عشان كده انتوا عملتوا هاشتاج تأجيل امتحانات الثانوية العامة؟ أيوة طبعا. هيحصل ايه يعني لما نأجلها أسبوعين ثلاثة ولا شهر حتى؟ الوزير هيعلن خطته نهاية الأسبوع، يعني مش هيكون فاضل على الميعاد الرسمي للامتحانات غير كام يوم. طيب خلاص نصبر شوية بقى ونأجلها ونبقى خدنا بإيد ولادنا لهضم تفاصيل الامتحانات الرسمية اللي لسه هيتم الإعلان عنها. طيب وكل أولياء الأمور مجمعين على التأجيل ومفعلين الهاشتاج ده؟ جيم، الحقيقة لا، في مننا اللي عاوز يأجل وفي مننا اللي معترض وشايف ان ابنه او بنته تحملوا فوق طاقتهم وعاوزهم يخلصوا بقى بأي طريقة وبأي مجموع، حتى لا قدر الله لو الخلاص ده هيكون على حساب مجموعهم النهائي. الأسئلة والأجوبة اللي طرحتها على حضراتكم دي هي مجرد تجميعة بسيطة لما يدور ويقال على مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات المهتمة بالتعليم. الثانوية العامة طول عمرها بتوجع القلب، فأعتقد أن اللي أولياء الأمور فيه ده أمر طبيعي. في منهم اللي مش عاوز يوصل لنقطة الصفر وابنه يبدأ امتحانات نهاية السنة فبيطالب بتأجيلها أسبوعين ثلاثة شهر، وفي منهم اللي خلاص زهق وعاوز يخلص هو وابنه فمتمسك بعقدها في وقتها الرسمي. وما بين هؤلاء وهؤلاء يبقى الإعلان الرسمي عن تفاصيل أول امتحانات ثانوية عامة إلكترونية في تاريخ التعليم المصري هي الفيصل. تعالوا نناقش هاشتاج تأجيل امتحانات الثانوية العامة مع ضيفنا اللي بينضم لنا على التليفون، الأستاذ محمد شاكر، هو ولي أمر الطالب في الثانوية العامة وأحد المؤيدين والمطالبين بتأجيل الامتحانات. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. أنتوا عايزين تأجلوا الامتحانات ليه؟ حضرتك هو اسباب كتير. اتفضل. يعني قبل ما نتكلم عن تاجيل الامتحانات، هو اصلا لسه الميعاد الرسمي للامتحانات ما اتحددش. تمام؟ تمام. يعني لسه ما فيش قرار رسمي بميعاد واضح للامتحانات. تمام. دي أول نقطة. ثاني نقطة، المفروض العيد يوم 20/7 أو 21/7. صحيح. فلو بدأ الامتحانات، هل أنت هتبدأ الامتحانات 4/7 وتخلص يوم 20؟ يعني هتمتحن البد يوم ويوم؟ ده وضع مستحيل. ثانوية عامة. قبل كده كان الجدول فيه 4 ايام و5 ايام قبل كل ماده. ف
فاحنا مش عايزين نخلص بسرعه عشان نروح نصيف في العيد او نتفسح طب خلينا مشي مع حضرتك خطوه خطوه. الامتحانات لو افتراضا ان هي هتكون يوم 4/7 تمام، العيد يوم 20/7. اه طيب، ما هو العيد اجازه العيد يومين او ثلاثه، اللي هو الفيصل بتاع اي ماده من الثانيه، يعني ايه المشكله بفكره ان دخول العيد في الامتحانات؟ ما هو المشكلة مش هيبقى في مشكلة لو هيتعمل جدول يبقى في خمس مواد خمس ايام بكل مادة. هو انتوا حضراتكم كأولياء أمور قلقانين من الجدول اللي هيعلن عنه يا أستاذ محمد؟ أكيد طبعا. تمام، ليه بقى؟ يعني فكرة ما الطلاب لسه ما خلصوش المناهج، يعني في بعض الأولياء الأمور كاتبين إن أولادنا لسه ما خلصوش المناهج وفي هو لحد دلوقتي المناهج العلمي وخصوصا مواد الرياضة والفيزياء والكيمياء تقريبا لسه خلصانة الأسبوع ده. رياضة وفيزياء وكيمياء. اه ثلاث مواد دول بالذات، يمكن المواد اللي هي العربي والانجليش واللغة الثانية دي خلصت من شهر مثلا او من اسبوعين ثلاثة. لكن مواد العلم اللي هي الفيزياء والكيمياء والرياضة والاحياء دول لسه ما خلصوش او لسه خالصين في الوقت اللي احنا فيه ده. خلصانين بين الطالب وبين مين يا استاذ محمد؟ ما هو ما فيش مدارس وما فيش اونلاين دلوقتي، يعني خلصانين بين مين ومين؟ او الاونلاين. في الدروس او في الاونلاين. اه. تمام. فمفيش وقت ان حتى الطلبه تراجع وقت كافي. فحتى لو هتاجل اسبوعين او ثلاثه هيبقى وقت كويس للطلبه انها تبدا تراجع فيه، خصوصا ان احنا بدانا الدراسه متاخر في شهر 10. بدانا نص 10 تقريبا اهو. اه وكان في طبعا مشكله في الاول، السناتر هتشتغل مش هتشتغل، في دروس مفيش دروس، فوقت طويل ايه؟ راح. فغالبيه الطلبه وخصوصا في المدن الكبيره بداوا متاخر. يعني اللي انا فهمته من حضرتك ان الامتحانات طالما تبدا 4 او 5/7 والعيد الاضحى ان شاء الله يبقى يوم 20/7 يفضل يعني خليها بعد العيد، فال 15 يوم دول هتبقى فرصه الطلاب يعيدوا برضه في جو هادي ويغيروا جو وبرضه يقدروا في فكره ان هم يلموا المناهج المتاخره عليهم. ده اللي انا فهمته حضرتك صح كده؟ كمان حضرتك مهمه جدا، اتفضل. في الامتحان التجريبي الثالث ده في شهر 6 صحيح، في اخر 6 هيبقى فاصل بينه وبين ميعاد 4/7 ده وقت قليل جدا. هو برضو الرد على الامتحان التجريبي يا استاذ محمد يعني ممكن يتقال ايه؟ ان هو فكره برضو تمرين للطالب، يعني هو الطالب ما عليهوش اي مسؤوليات في التجريبي يعني. انا مش معترض على ان هو تمرين للطالب، انا معترض ان يبقى في فاصل زمني بين امتحان وامتحان. فاصل زمني. الطالب هيذاكر الامتحان التجريبي. هيروح الامتحان التجريبي، ما ينفعش بعد اسبوع يقعد على الامتحان التاني. انا بشكرك الاستاذ محمد شاكر. بشكر حضرتك الاستاذ محمد شاكر، هو ولي امر طالب في الثانويه العامه واحد المطالبين بفكره التاجيل، اللي اتكلم معانا في عده نقاط مهمه جدا، وهي ان رقم واحد ان الرياضه والفيزياء والكيمياء الطلاب لسه مخلصينهم تقريبا من ايام او لسه ما خلصوهاش كمان، دي اول جزئيه. ثاني جزئيه في مبرراته اللي مطالبه بالتاجيل ان الامتحانات لو بدات يوم 4 او 5/7 فبالتالي هيبقى العيد الاضحى يوم 20/7، فبالتالي يعني لو رحلنا ال 15 يوم دول او رحلنا 20 يوم فالطالب هيبقى عنده فرصه ان هو يعني يغير جو، يعيش روحانيات مع اسرته، بالتالي يقدر يبدا امتحانات بعد العيد بشكل يعني اكثر هدوءا يعني. ثالث حاجه قالها وهي ان الامتحان التجريبي الثالث هيكون في نهايه شهر 6. نهايه شهر 6 يعني لو خلصت مثلا بدانا 24 او 25 هتخلص يوم 29/6، فبالتالي الامتحانات هتكون يوم 4/7 او 5/7، مش هيبقى في فاصل زمني بين الامتحان التجريبي والامتحان الرسمي. دي كانت وجهه النظر المطالبه بالتاجيل. طيب وجهه النظر بقى المعارضه للتاجيل وبتطالب بعقد الامتحانات في وقتها، خلونا نرحب بالاستاذه داليا فؤاد وهي وليه امر لطالب في الثانويه العامه ورافضه فكره التاجيل. استاذه داليا مساء الخير. مساء النور حضرتك. انا برحب بحضرتك وحضرتك متمسكه بعقد امتحانات الثانويه العامه في وقتها صح كده؟ هو انا الحقيقه يعني مش متمسكه اني انا رافضه العيال ياجلوا، لا انا رافضه فكره التاجيل عشان خايفه العيال لو اجلنا يبقى في قرارات ثانيه ضدهم مش في صالحهم، يبقى في امتحانات تجربه ثانيه في 7 وهم لما بينزلوا امتحانات التجربه مش بيجربوا فيها حاجه، يعني لا سيستم بيفتح ولا امتحانات بتفتح ومش بنعرف نعرف ايه التجربه، يعني احنا بننزل التجربه 3 ايام ما بنعرفش الامتحانات جواها ايه الا لما بتنزل على النت. صحيح. انا ده خوفي من التاجيل، العيال نفسيتهم وحشه من امتحان شهر 5، ماشي هو انا عارفه ان هو تدريب وكل حاجه بس نفسيه العيل
لما ابقى مذاكره هو تجريبي ولكنه برضه مؤشر، يعني هو مش بره السياق. يعني لما بنتي تطلع اليوم تكلمني حبيبتي عملتي ايه، انا عارفه انك لو ما حلتيش مش مشكلتي، ما لحقش يا ماما، على ما السيستم وفتحته وتظبطته، وعلى ما السيستم اتعملوا الامتحان جاني النص ساعه خلصت، انا ما شفتش حاجه. يعني اللي انا لمسه من حضرتك دلوقتي ان حضرتك مش معترض على التاجيل، حضرتك خايفه من التاجيل لا يكون في قرار. انا ضد التاجيل عشان خايفه قرارات تاني يا عيال تتبهدل نزول تاني ثانويه عامه وقتهم. هي نفسيه بنت حضرتك عامله ايه في المذاكره وفي المتابعه للي بيحصل ده يا فندم؟ بنتي نفسيتها وحشه جدا. بنتي نفسيتها وحشه جدا، يعني هي علم رياضه بتقول لي يا ماما انا مش يعني كل يوم بحاجه وكل يوم بكلمه. طبعا هي يعني اقول لحضرتك هي ماشيه مع الكتاب بصراحه ومع دروس الخصوصيه، كالمنصات المعموله هي نظرها ضعيف ما تعرفش تشوف الموبايل والنت، بتقول يا ماما انا ما اقدرش اقعد قدام لابتوب حتى، خلاص نظرها مش قادره، الدكتور منعها من لابتوب ومن الموبايل ومن ماسكه موبايل، ما تنفعش المذاكره عبر الهواتف والتكنولوجيا، لا ما تنفعش ما تنفعش. هي مش عارفه، فهي ماشيه حاسه انها ماشيه في اتجاه والوزاره كلها في اتجاه. طب احنا بنطلب برضو ان احنا عايزين الحاجات اللي نازله على المنصات يعني فيها ايه، لو بقيت كتب هنشتريها، العيال تذاكر فيها زي ما هم متعودين. يعني ان شاء الله اتمنى السنه تمر بخير على بنت حضرتك وكام شهر كده ونلاقيها بيش مهندسه ان شاء الله باذن الله وتفرحي بيها. بشكر حضرتك الاستاذه داليا فؤاد، هي وليت امر رافضه فكره تاجيل امتحانات ثانويه عامه، مش عشان التاجيل نفسه ولكن خوفا من ان يتم اقرار بنود او قرارات جديده يعني تزيد الحمل والتعب عليها وعلى بنتها. قبل ما اختم حلقتي مع حضراتكم عاوز اقول لكم ان الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم كتب على احد جروبات واتساب امبارح وقال كده، يعني قال نصا: اعتقد ان الجميع ممكن جدا يتوقف عن الاستنتاجات والتكهنات والاسئله لاننا سوف نعلن كل هذا اخر الاسبوع، والاكيد ان الاكثر فائده هو التحضير في كل الاحوال، ولا اعتقد ان ما يتم استخدام الوقت فيه الان مفيد للطلاب. ارجوكم نتوقف عن صناعه حاله من لا شيء، وأن يكف الجميع عن محاولة الاستنتاج والتكهن فيما لا يفيد. دعوا الطلاب يركزون في التحضير، وباقي التفاصيل لا علاقة لها بهذا وسوف نعلنها فور الانتهاء منها. ده كان الرد الرسمي على قلق أولياء الأمور والأمهات فيما يخص مستقبل أولادهم اللي في ثانوية عامة. وبسرعة خلصت حلقتهم مع حضراتكم، على وعد بحلقات قادمة هنجيب لكم فيها معلومات وموضوعات تعليمية هتساعدنا نفهم ونتعلم وننجح. أشوفكم يا رب على ألف خير.